للمزيد بينضم إلينا هاتفيا دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني. دكتور سيف مساء الخير، وكيف ترى أهمية هذا الحدث العالمي واستضافة مصر له، وهو يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟ مساء الخير يا فندم. استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في الدورة الـ 12 هو ده محصلة ونتيجة لنجاح الاستراتيجية العمرانية المصرية بعد 2014. بمعنى إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي فازت بالجائزة التقديرية اللي بيمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، كان ضمن 170 ترشيح لدول أخرى. ده معناها إن مصر اللي أنشأت 30 مدينة جديدة كلها دي الرابع في سبيل تحقيق إنجازات عمرانية للبنية التحتية وللتنمية العمرانية، كل ده بيخدم المواطن المصري وبيضع مصر في مصف الدول اللي هي بتحقق أهم حاجة وهي حقوق الإنسان، المسكن والغذاء. نعم، طيب المنتدى الحضري العالمي يا دكتور يعني هيكون فرصة عظيمة لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال النهضة العمرانية، إزاي ممكن أن تسوق مصر لتجربتها الرائدة في مجال العمران وتجذب الاستثمارات كمان؟ هي مصر ممكن تسوق للتجربة العمرانية الناجحة جدا. أولا مصر النهاردة بقى فيها كوادر فنية وشركات على قدرة وعلى كفاءة وعلى خبرة. احنا في مصر شبكة الطرق والبنية الأساسية البنية التحتية الكاملة والكباري والصرف الصحي والكهرباء، كل هذه الشبكات بقت مصر ليها خبرة وخبرة عالية جدا ومتميزة على مستوى الشركات كلها. فاحنا ممكن قصادنا سوق واعي سواء في أفريقيا أو في الدول العربية، سواء في البنية التحتية أو في مجال الإسكان والتنمية العمرانية. يعني التجربة المصرية مش بس إن مصر عندها معدلات إنجاز في الإسكان عالية وفي شبكات البنية التحتية، كمان التجربة اللي هي العظيمة إن إحنا تخلصنا من الإسكان العشوائي شديد الخطورة، دي تجربة ليها نجاح عالي جدا ولها صدى على مستوى العالم سواء في أفريقيا أو على مستوى الدول العربية. طيب مصر أنشأت تقريبا يعني 30 مدينة مليونية جديدة يمكن معظمها من الجيل الرابع، إزاي المدن المليونية دي بتساهم في حل أزمة السكان وتحقيق التنمية في مختلف مناطق وربوع مصر؟ إحنا في المدن القائمة المصرية عندنا كثافات سكانية عالية جدا وعندنا اكتظاظ سكاني وتكدس بنسب عالية جدا، فكان ضروري مع الزيادة السكانية اللي بتحصل كل سنة في مصر ما يقرب من 2,300,000 كل سنة، مصر بتكبر دولة، يعني 2,300,000 دي يعني دولة، يعني النهاردة مصر وصلت 107 مليون. ما كانش ينفع أن مصر تستمر بهذا المنوال من غير مدن جديدة. المدن الجديده احنا النهارده لو تخيلنا ان مصر ما كانش تم انشاء المدن الجديده فيها كان هيبقى منظر القاهره ايه؟ كنا هنقف في الشوارع بالعشر ساعات عشان نوصل من مكان لتاني، كانت الكثافات السكانيه وشبكات الصرف والكهرباء زي، يعني احنا عايزين نفتكر السنة السوداء اللي احنا عدناها قبل 2014، كانت الكهرباء مقطوعه ومفيش بنزين والطرق زحمه، كل هذه الايام الناس لازم تفتكرها. احنا النهارده في 2014 مفيش مشاكل في بنيه تحتيه، الكهرباء ما بتقطعش خالص، مفيش مشاكل صرف صحي، مفيش مشاكل مروريه، كل دي نتيجه ايه؟ كل ده مش عشوائي، كل دي نتيجه ان في استراتيجيه عمرانيه اتحسبت. لما نبص النهارده للمبادرات السياسيه، لما نبص النهارده لمبادره حياه كريمه اللي هي بتهتم بجميع محافظات مصر، النهارده العمران مش متركز على القاهره الكبرى والاسكندريه فقط، جميع المحافظات مدن جديده، النهارده المدن الجديده اللي احنا بنتكلم على 30 مدينه جديده فين هم؟ بني سويف الجديده، المنيا الجديده، اسوان الجديده،
في اسكندريه ما فيش محافظه ما فيهاش مدينه جديده، يبقى توزيع الاستثمارات بيتم بعداله شديده جدا. المواطن المصري له حق في جميع محافظات مصر مش القاهره بس. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني.